أكثر. عندما نقرأ لطه أو نحاول تحليله، ومن قبل طه نحاول تحليل المنهج الصوفي في التعامل مع الحديث، المنهج الصوفي، وأيضا نحاول تحليل بعض المناهج الطائفية المذهبية الشيعية وفق تحليل وفق ما يراه الدكتور محمد علي أمير معزي عندما يركز على المنهج الأحسائي. عندما نقرأ هؤلاء نكتشف أن معيار هؤلاء في صحة الحديث ليس هو حدثني زيد عن عمرو عن بكر، وإنما حدثني قلبي عن نبيي عن ربي، هو موافقة القرآن والاتصال الروحي بالله وبالنبي وبالإمام، نوع من المعرفة الوجودية بالمعنى الحديث للكلمة، نوع من المعرفة الشهودية تعطيك اطمئنانا بسلامة الحديث، تعطيك اطمئنانا بفساده. وهذا ما يعرف عندهم بأن متن الحديث هو سند الحديث، متنه سنده، مش بحاجة نبحث له عن سند. وهذه العبارات تتكرر كثيرا في أدبيات هذه الجماعات.